حتى لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. يرفع العلم، يكثر الجهل، يقل العلماء في آخر الزمان. القراء كثيرون والمتعالمون كثيرون يدعون العلم، لكن الفقهاء قليل أو يعدمون في آخر الزمان. يكثر القراء في الحديث، يكثر القراء ويقل الفقهاء. ولا القراء ما فيهم فائدة، وإن كانوا يحفظون ويقرؤون ويطالعون، ما هو بهذا هو العلم. العلم هو الفقه والفهم في دين الله عز وجل، وهو الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء. هذا يقل في آخر الزمان، يكثر القراء ويقل الفقهاء.